طاعة المولى وتعيش عيشة هنية. يا أخي تحية خذها منا وصية، ألزم طاعة المولى. السلام عليكم متابعي قناة أبو حفص حيلي، مرحبا بكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى دعم المقطع بلايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار، والسلام عليكم ورحمة الله. ولهذا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حبه واتباعه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وحتى الإخوان ديالنا الذين جاءوا عندنا من بعيد ومن قريب. يا رب العالمين، يسر لهم اليسرى وابعد عنهم العسرى واحفظهم من كل مكروه. والجيران ديالنا والإخوان ديالنا والأقارب ديالنا تهم كذلك، الله أمورهم والعلماء ديالنا طلبة ديالنا. سلكة واحدة عطاها عضربة، هذا شحال كان بالعمر؟ 11 تسع سنين كنتجمع معاه وبان في الإعلان سي محمد الله أكبر القريعي ديالنا، وسي سلمون، سي عبد العزيز، وسي التامي، وسي الحاج ديالنا. أنا ما شفتوش يا سيدي، الله يبارك لنا فيهم، والفقي ديالنا، وسي الحاج، سي الحاج السعد الخطيب ديالنا، والأستاذ ديالنا سي محمد رنا تمزل، رجل من المضحين، الله يبارك لنا فيه، والله يشد لنا فيه. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي يخلصوا ربي. احنا فقط احنا نتعاون معاه بماذا؟ بالدعاء. الله يوفقوا الخير، الناس تهداوا عليه تبارك الله، وتبارك الله المدينه تحركات، والقرى والمدينه نوض الرعد باموالهم وانفسهم في سبيل الله. المال ما كاين عامر، ديك الموتور عنده هو عيا تاك وحال النار الموتور كان عيهضر. قال له انت عض ولا صاحبي في ما كان شي واحد ما كيعرفش لا اله الا الله. انت والله يبارك لنا فيه، الله يشدنا فيه. والسي عثمان الصديق ديالنا والاخ ديالنا، راه هو المرشد لهذا المجلس، هذا هو السي عثمان. والحباب ديالنا والسي الحاج والسي سعيد والسي محمد السي الفلكي والسي لي خالي المرضي، والحباب ديالنا جميعا الله يبارك فيكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واجعلنا إخوانا وعلى الخير أعوانا. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعطي لكل واحد منا ما نوى. اللهم يا فالق الحب والنوى، نقسم بك عليك أنت الله، نسألك بنور وجهك الأعظم، نسألك بنور وجهك الأعظم الذي دعيت به استجبت يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، جئناك وفي هذا البيت شكوناك، ومن يقبل الشكوى سواك يا أرحم الراحمين. رب العالمين، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، اللهم لا فهم إلا فهمك، ولا علم إلا علمك، ولا كرم إلا كرمك، ولا جود إلا جودك. تفضل علينا يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما موفقا من الشر معصوما. اجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا بين شقي ولا محروما. لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك العظيم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا قل امين الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مسجونا الا سرحته، ولا مسجونا الا سرحته، ولا مسافرا الا رددته وغنمته. يا رب العالمين، اللهم يا من اليه يرجع المضطر، ويا كريم العفو يا مولاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي انت وكفى. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار،
يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الأخ ديالنا عمر الاخوان ديالنا سي عمر المرضي كرمنا الله يكرمه اللي كيموتوا دابا اللي في غزه سي حسن، وسي الحاج الله يشافيه، سي الحاج الله يعافيه. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى راه مرضي وتكرمني دائما تعمر لي الميكا. الله يبارك لنا فيك سي الحاج، والله يحفظك سي عباس على فرشك، الله ينورك بنور الله، الله يخشع قلبك من ذكر الله. راه انت مرضي وعتبقى مرضي وعائله عاد الصمادين، راه كلكم مع العلماء حديث ولا حرج. نسال من الله سبحانه وتعالى يجعل مجيئنا عند اخينا عمر في هذا البيت المبارك ان يكون بالخير والبركات. الله يبارك لنا فيه، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم كن مع المسلمين فيما حلوا وارتحلوا، اللهم كن مع المسلمين فيما حلوا وارتحلوا، اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه يا رب العالمين، اللهم من اراد بنا وببلادنا والمسلمين سوءا فاشغله يا رب العالمين، اللهم اشغله في نفسه يا رب العالمين، اللهم ارنا في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا هذا، اللهم احفظ بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين يا قوي يا متين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا عزيز يا ديان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا واياكم قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه وملكا عظيما. اللهم ارحمنا اذا ملنا الطبيب، وارحمنا اذا ملنا الاهل والحبيب، وارحمنا اذا حملونا فوق الاكتاف، وارحمنا اذا وضعونا في التراب. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والاحباء والاصدقاء ديال السي عمر ابو حفصه في مشارق الارض ومغاربها، اللهم نور قلوبهم، اللهم حبب لهم الايمان وزينوا في قلوبهم وكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الشباب الصالحين يا رب، اجعل هذا المفتاح ديال الخير السي عمر وهذا المتنفس يكون في الصلاح ديال المسلمين عامه والصلاح دياله هو خاصة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعض الضيوف ديالنا اللي تأخروا علينا وما جاوش عندنا منهم السي الحاج الذهبي الله يعافيهن يا أرحم الراحمين، جعلنا فيه البركة يا رب العالمين. راه رجل مبارك وكيقوم بالأعمال ديال الخير، والآن دابا راه في واحد المسجد، هذا ماشي عيب نقولوه، خصنا نشجعوه ندعو معاه، الله يبارك لنا فيه في الأولاد ديالو في الزوجة ديالو في المال ديالو في الأهل ديالو. وخويا السي الخيمس المرضي نقول له محمد الخامس بطايطاي، مات لنا محمد الخامس الله يرحمه، وبقى لنا محمد الخامس راه هو الله يفتح عليك. سي محمد الخامس عاد يسموه محمد الخامس، كانوا فرحوا محمد الخامس لما كان رجع رحمة الله عليه أمه، الناس كانوا فيهم الحب للمواطنة، سميته الخامس، واش هاد الشيء كلام صحيح ولا ما كايناش، سماته أمه على الملك ديالنا، والله ينصرك السي محمد، الله ينصرك يا المرضي، أنت والأخ ديالك، الله يألف بين القلوب ديالكم، الله يجعلكم إخوانا وعلى الخير أعوانا، الله يفتح لكم فتح العارفين بالله، الإخوان جميعا. وعندي واحد الأخ مسكين يوسف خويا مريض الله يشافيه، اليوم راه مرضي وراه قاصة وتكرفص معنا مسكين في أيام أزمات. وعاش الله العظيم بوبليتا البروده وتا الاحوال، كنا باقين في الزنيكات وكان السبب ديال الخير، الله يقضي الغرض ديالو، الله يحفظه، الله يفتح عليه يا ربي، وحنا مزوقين فيك، يسر له اليسرى وابعد عنه العسرى، اللهم اغنيه بحلالك عن حرامك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم امير المؤمنين حاكم البلاد محمد السادس، اللهم وفقه لكل خير، اللهم ابعد عنه كل شر يا ربي، اجعله اسدا وسط الذئاب يا ربي، شافيه انت الشافي، لا يشفي الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي الما، اللهم انت الشافي فاشفي يا رب العالمين، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي، لا يشفي الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكنت عنسى الناس بلاد علي جوجيتو مع الملك انتم موالو ولاد علي، الله ينوركم بنور الله، خشع قلبكم بذكر الله، وحال المرضي راه وحال الصندوق هاد الحوت راه كاتبه لينا في السطح راه هي، سي الله يفضح عليك يا سي الله يفتح عليك فتح العارفين يا ربي، تحفظهم كل مكروه، راه مسكين كيتسوق يا ربي لاقي عام الحوت مزيان يا ربي، ديك الحوت العيان الحوت الطايل بغيت يا ربي تجيب له كليان على المرضيين، والله يحفظه راه منور وعندنا منور، والحباب ديالنا جميعا اللي جاو من قريب سمحوا لنا، والسي الحاج الصمادي وراكم مرضيين، واخويا مصطفى هنايا
الاستغفار والصلاة راه مرضي، ولكن عبريت في الأوركيدي اللي هكوكا أنا بغيت هاد الشقي ما يرضى عاوتاني. تبارك الله راه غاتر اللغة العربية والسولفيج راه أستاذ كنحترمو، راه عندنا أستاذ وكنحترمو. سير السير مصطفى الله يحفظك. وسبحان الله راه عبريت هو اللي بطل فينا، كان كيضرب العود باقي صغير. دوري مي فاسو لا سيدو كان كيعطي لي سير مصطفى الله يفتح عليك، خلي خالي بركة. سير مصطفى الله ينورك، الله يحفظك السير مصطفى. الله بغيت ربي يرضي عليك مصطفى، الله تعالى يفتح عليك وتع العارفين. الله ينورك بنور الله، خشع قلبك بذكر الله. راه انت مرضي وكتهلا في الوالده وكتهلا فينا. انا عمري ما تصحرت بضانون، تصحرتيني بضانون. الله يفتح عليك مصطفى، الله ينورك مصطفى. راه انت مرضي. والاخ الصديق ديال الاب ديالي، واحد الصديق والله الا راهم الاصدقاء ديال با، ملي كان كيبيع كرنيتي مسكين كنغزو حتى الحصه ما ديرها صديق دبا. ولكن ها واحد المرضي راه هو قال لهم الطريبيش وصاحبو ديك بوس عنده احسن صنعه في العالم الشتاء سيش طيبه بزاف. الله يحفظكم السي يونس، الاصدقاء ديال با وكيجيو مساكن كيزورونا من بعيد. يروح البوجدي الله عزك، البوجدي الله ينورك البوجدي، وبوجدي الله يغفر لنا ولك واجعل الجنه مثواك. اللهم ادخله جنه برحمتك وقيه النار بعفوك يا ارحم الراحمين. يا بوجدي انت الكريم فاكرمه يا رب العالمين، انت الراحم وارحمه يا رب العالمين. وسيباسيان وزيد الحباب كامل الله يتوب عليكم. سبحان خلاص الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ألزم طاعة المولى وتعيش عيشة هنية، حدثتني نفسي قائلة لماذا، حدثتني نفسي قائلة لماذا تصلي والطقس بارد. قالت لنفسي، حدثتني قائلة لماذا تصلي، لماذا تصلي والطقس بارد. قلت لا اصمتي يا ملعونتي، قلت لا اصمتي يا ملعونتي، اصبر على طقس بارد، اصبر على طقس بارد، ولا اصبر على حر جهنم. بربك يا اخي يا بربك لماذا، قل لي بربك يا أخي بربي، قل لي لماذا لا تصلي، قل لي، قل لي بربك لماذا أنت لا تصلي، قل لي لماذا، لماذا عصيت ربي، لماذا لا تصلي، لماذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لك، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما
ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله سميع بصير إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى جزاكم الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم ومن الله إلى الحمد لله رب العالمين. استعوا الله أكبر. الحمد لله.
سيدي الله يجزي رحمة عليه. آمين. اللهم رب من الثرى ما قرأناه. آمين. اللهم ما تلوناه. آمين. إلى روحه. آمين. وإلى روح آبائه. آمين. وإلى روح أجداده. آمين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. مشارق الأرض والمغاربة. آمين. اللهم بكرم نزوله. آمين. وسلم مدخله. آمين. وسلم الماء والثلج والبراء. آمين. ونقيه من الخطايا. آمين. وقتل الأذى من الدنس. آمين. اللهم فرشنا الله يفرش رؤوسنا. آمين. شيء طعم الله يطعم ربي طعم حلال. آمين. طاع اسم ربي من الحقارة. آمين. يجعلها البركة والسلاقة لله. آمين. سبحانه وتعالى يصدق الحسنات. آمين. بها الذنوب. آمين. بها العيوب. آمين. بها الكروب. آمين. الله يشدنا فيه. آمين. ولاد الدار. آمين. في البنية. آمين. الله يشدنا في الوالدة ديالو. آمين. في الأخوان ديالو. آمين. كبيرا وصغيرا. آمين. اللهم إناثا. آمين. دار فيهم البركة. آمين. الله سبحانه وتعالى ينور من الله. آمين. شرق قلبي بإذن الله. آمين. على تقوى الله. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد. دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله.